يمكن يقدر يجي تليفون يعتقدوا يسفعوا تاني. يوسف باقي تيشوف اي حاجه كتجي فهمتيني مقابل الشعب يبغيه كينتظرها بالقلب الكبير الحمد لله. فهمتيني انني انا ماشي فهمتيني ماشي وزير، انا ولد الزنقه اللي طراك ديالي محامي حامي الناس اللي في لا ميزير. يوسف انت مع المقاطعه؟ لا انا مع المقاطعه اختي دائما، نحن نقاطع وسنقاطع وسوف نظل نقاطع. الوزير اللي خرج تصريح مؤخرا ديال واحد قال مضاوف، واحد تيقول انا ماشي مواطن ولد الزنقه. التصريحات كتعبر اول حاجه على الاخلاق الداخليه ديال ديك الوزاره وديال الحكومه، وهنا باننا اكتشفنا بان الحكومه هي العدو الاول للشعب. فهمتيني؟ حنا اكتشفناها كاملين، وكنتمنى ماشي غير انا اللي نكتشفها، بان الشعب كامل يكتشف هذه القضيه ودي ويحقق معها. وبالنسبه الى قال هو ماشي ولد الشعب، حنا راه حنا ولاد الشعب فهمتيني، ولا قال حنا مضاوخ المهم داك الشيء كيتطلع عليه ما يمكنناش فهمتيني. يعني الا جاوبتي السفيه بشي حاجه فيه راكي عارفه تكون بحالهم، حنا ما نكونوش بحالهم، حنا نطبقوا اللي في عقلنا حنايا. نرجعوا لمحمد امين، شنو غادي يبدل محمد امين؟ محمد امين اختي غيبدل بزاف د الحوايج في يوسف فهمتيني. محمد امين هو يوسف الثاني، محمد امين هو يوسف الثاني، هو الحياه ديال يوسف، هو كل شيء، هو اللي كنشوف فيه يوسف اللي ما دارش شي حوايج من قبل زوينين، هو اللي عايديرهم من صغره ان شاء الله. واش تتشوف بلي الراب بدل لك حياتك؟ تبني معاه تبارك. بزاف اخيتي بزاف بزاف. هذاك الانتقال كيفاش تحولتي من يوسف القبيح الخاسر الى يوسف الضريح اللي تبارك الله عليه دابا داير عائله وعنده وليد الله يحفظه؟ اختي سن المراهقه كلشي كيدوزو فهمتيني، كلشي كيدوز شويه ديال الحماق سن المراهقه، ولكن كيبقى داك الشيء على الاخلاق والتراب اللي تربى الانسان في الصغر ديالو، لان الانسان تنشوفو كيكون خام، الا كان الانسان مربي في الصغر ديالو سن المراهقه راه ما يمكنلوش يخليه في داك الطابع هذاك. فهمتيني متى كتكون المسانده الاسرويه وكتكون الام المسانده الرسمي، واخا تعيا تنحرف غاتردك للطريق، وانا الحمد لله الام ديالنا كانت معنا وقفت معنا تردتنا للطريق الحمد لله، وخل كي كتفتخر بينا هي دابا كيفتخر بينا الشعب كامل والحمد لله الحمد لله. شنو هي رسالتك للشباب خصوصا الشباب المدمن؟ اختي لا نبغي نقول لك الشباب كامل فهمتيني، انا ديك الطريقه هذيك ما كايناش كاع ما صالحاش. باش نقول لك الادمان ماشي شي حاجه باش يحيدوا الانسان، حنا اللي حيدنا اي حاجه ما حيدناهاش بقسم مكافحه الادمان، حيدناها بعزيمه والحمد لله وصلنا لذاك العزيمه. الانسان غير يوجه نفسه للقبله، يوجه نفسه لطريق الله، وراه ربي كيجيب العفو من عنده. فهمتيني حنا كنشوف بان الحكومه كتحاربنا وما عادش نحاربوا نفسنا حنايا بالتدخين ولا بشي حاجه واحده اخرى.